أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه يستعين في جميع الأمور. الحمد لله الذي جعلنا ممن أوتي كتابه بيمينه فانقلب إلى أهله مسرورا، وصلى الله على محمد وآله ودعاتهم الذين حباهم الله مقاما خطيرا. معشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلكم الله سعداء وحشركم في زمرة الصافين والشهداء، وجعل سعادة دنياكم موصولة بسعادة الآخرة بحق الأئمة الأتقياء. يتمنى أكثر الناس أن يكون سعيدا وأن يبقى سعيدا، ولكن كيف به؟ الدنيا دار التوتر والانقلاب والغموم والمرض والنزاع والهموم والألم، وهذه الأشياء حقيقة موجودة في حياة كل إنسان، نراه كل يوم. يعاني البشر ليلا ونهارا بمقاسات هذه الأمور، فكيف يحصل على السعادة في هذه الحالات؟ وما فلسفة تحصيل السعادة؟ أستمد العون من الله تعالى وبركة تأييد وليه، وأبين لكم الجواب. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ويذكر أولياء الله المؤمنين على نفس المنوال أن الدنيا دار البلاء ودار العناء، هذه حقيقة، ومن الضروري معرفتها كي تفهم كيفية التعامل بها وكيفية الحصول على السعادة بالرغم منها. قال الله تعالى أيضا في القرآن: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الآخرة هي دار البقاء وفيها حياة الأبد. يطلب أكثر الناس طويل العيش في هذا العالم، بل أطول ما يمكن. يخاف أكثر الناس من الموت. إذا سئل أحدهم: ماذا يسرك أكثر، زيادة في المال أو زيادة في العمر؟ يختار العمر الطويل. كم ينفق على العلاج في الأمراض الخطيرة حتى ولولا يرجى تطويل العمر أكثر من بضعة أشهر. فمفهوم إذن أن السعادة في الحقيقة مقرونة بالحياة. إذا أردتم حياة الأبد فاعلموا أن الآخرة هي دار الحياة الأبدية، كما قال الله في القرآن: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لماذا قال إن الغرض إعطاء الحياة والخطاب نفسه للأحياء؟ المراد بالآية أن الداعي الذي يدعوكم لكي يعطيكم حياة أبدية. ولذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: المؤمن هش بش، المؤمن على عقيدة ولا علم، أنه لما جاب دعوة الحق فهو حاصل في الآخرة لا ريب على نعمة الأبد وسعادة الأبد. ولذلك يعمل في الدنيا أعمال الخير ويتخلق بحسن الخلق ويقضي حياته في عبادة الله للحصول على عظيم ثواب الله. نرى في ظاهر الأمر كذلك أن الناس في الدنيا يجتهدون لكسب العيش والترقية في العمل والزيادة في الراتب، ويفرحون بذلك أي فرحة،
ولكن يجعلوا في البال دائما أن الدنيا لن تبقى. العاقل من يجعل سعادة الأبد أمامه دائما ويعطيها الأولية. لا يكون تفكيركم قصير المدى. الموت حق، سأتكلم عن حكمتي في المستقبل إن شاء الله. الدنيا دار الفناء، الآخرة دار البقاء، وهي دار ليس فيها أي نوع من القلق. جاء في وصف الجنة بالأمثال والمثالات إن فيها كل شيء يطلبه المؤمن، فيها النعمة الأبدية يعني السعادة الأبدية. ذكر فيما قبل أنك إذا ذكرت الله يذكرك، كما قال الله في القرآن فاذكروني أذكركم. كذلك إذا أرضيت الله ووليه بإجابة دعوة الحق سيدخلك الله الجنة ويرديك سعادة الأبد. فكيف تحصل على رضا الله؟ قال مولانا طاهر سيف الدين رضوان الله عليه، وميلاده هذا الجمعة 27 من شهر ذي القعدة الحرام، قال في بيت قصيدة إنه: إن شئت ترضي الله في عرشه وليه في أرضه أرضه. إن شئت ترضي الله في عرشه وليه في أرضه أرضه. وقد قلت شعرا في مدح مولانا برهان الدين رضوان الله عليه في عصره الميمون: بأدنى ابتسام منك تقوى العزائم، بأدنى ابتسام منك تقوى العزائم، ويثبت عند المشكلات القوائم. لما يكون عند المؤمن هذا الاعتقاد فلا تغرقه أمور الدنيا في بحر الهم والغم، لأنه يعرف يقينا أنه حاصل سعادة الأبد في الجنة. نعم، تكون الأمور كما هي في الدنيا وتسبب أحيانا الأذى والألم، ولا سمح الله إذا دقت على باب مؤمن مصيبة فليذكر مصيبة الإمام الحسين تخف عليه مصائب الدنيا. وفي ذكر الحسين والبكاء عليه فلسفة عظيمة سأتحدث عنها فيما يأتي إن شاء الله، فيه ثواب عظيم. أذكر لكم نقطة هنا: لما يذكر المؤمن مصيبة الحسين وأهل بيتي وأصحابه يأتيه الصبر والهمة على حمل جميع المسائل. وأنتم تعرفون شأن أصحاب الحسين: تطيبوا بالمسك ليلة عاشوراء وأظهروا السرور. سئل بعضهم من ذلك فقال: إنا سنبدي نفوسنا على الحسين في الغد ونصل إلى الجنة حيث نعانق الحور العين. كان سيدنا محمد برهان الدين رضوان الله عليه دائما يقول هذه الكلمات في الدعاء وندعو لها بها اليوم: لا أعطاكم الله غما سوى غم الحسين. شكا إلي بعض المؤمنين مرض الاكتئاب فقلت له: اذكر مصيبة الحسين وابكي عليه، فإن فيه شفاء للداء. لما يذكر المؤمن مولاه الحسين ويرضى بالقدر، يعني لما يرضى على ما كتب الله له، تكون حياته حياة سكون واطمئنان. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. جاء في رسائل إخوان الصفاء أن الخير المحض، هو عين السعادة. واعلموا أيها المؤمنون أن أفضل الخير الإيمان، وكونكم مؤمنين هو أكبر سعادة لكم، لأنكم تدخلون به الجنة. التقى النبيان عيسى ويحيى في وقت من الأوقات
فلما التقى تبسم عيسى وكان يحيى كئيبا قلقا وقال لعيسى يا روح الله ألست تخاف عذاب الله؟ بأنه كان مبتسما فأجابه عيسى ألست ترجو رحمة الله؟ فأوحى الله إليهما أحبكما إلي أبشكما بصاحبه. جاءت مواعظ كثيرة في هذا الموضوع الموالين الأطهار، من الموعظة البشر بجميع الناس. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه البشاشة حبالة المودة، إذا كنت مؤمنا كما سمعت كنت سعيدا، وينبغي أن يرى أثر السعادة في وجهك، تؤثر بشاشتك على نفسية الآخرين أيضا تأثيرا حسنا. قال مولانا طه سيف الدين في قصيدة العقل بالبشر لاقي الناس كلهم تعيش فيهم معيشة مكرم وموقر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على أخيك المؤمن. وقال الإمام محمد الباقر ابن رسول الله إنه من أحب الأعمال إلى الله. أيها المؤمنون عيشوا في الدنيا عيشة سعادة وسرور. قال الله تعالى في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من السعادة: الزوجة الصالحة والبنون الأبرار والخلطاء الصالحون ورزق المرء في بلده والحب لآل محمد. قال الإمام في رسائل إخوان الصفاء: فمن أسعد السعادات أن يتفق لك يا أخي معلم رشيد، أن يتفق لك معلم رشيد عالم عارف بحقائق الأشياء والأمور، فإذا أخذت منه وحصلت على نعمة علم الحق تحصل به السعادة التامة، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين كانت السعادة المحصولة بالعمل فقط سعادة ناقصة. أيها المؤمنون تذكروا إرشادات موالين الكرام واعملوا عليها تكون حياتكم سعيدة وتحصلوا به السعادة الأبدية في الجنة. قال مولانا علي صلوات الله عليه: القناعة كنز لا ينفد، تجلب القناعة والسعادة على نفسك بالشكر على آلاء الله الجزيلة. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ووعدكم بعظيم إحسانه بزيادة قائلا لئن شكرتم لأزيدنكم. خصكم الله بسعادة الدنيا والآخرة، وأعطاكم نظرة ونورا، وجعل كل يوم من أيامكم عيدا وسرورا، وبارك لكم في الآل والمال والتجارة والرزق والإيمان واليقين والعلم والعمل، ولا سيما في السعادة بحق محمد وآل محمد ودعاتهم السادة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله الطاهرين، وسلم تسليما متصلا إلى يوم الدين. يا صباح الخميس.